مكان ان شاء الله من 6 الصبح بفكر فيك تقابلني في سكة فاضي تفوت باب انا على تكة ومش مظبوط حد يقول لي اعمل ايه حكيني عليك بتعدي في حتة انا قلبي بيتكسر متحت افضل في مكان ان شاء الله من 6 الصبح بفكر شباب محمد علي وسلطان غنوا 6 الصبح وشو بينبسطوا منهم الاساتذه لو بيوعوا 8 الصبح. على كل حال اليوم ومثل كل يوم جمعه بيكون يوم حافل من صباح الجمعه لفجر السبت، وهون بدي اقول انه سلطان رغم المشكله يلي تعرض لها بالاوتار الصوتيه شارك بهالتابلو، فالحمد لله على السلامه. مشاهدينا البرايم بيخلي الواحد على اعصابه وبيعيش الايموشنز دقيقه بدقيقه، خلينا نرجع بالوقت 7 ايام ونشوف شو صار بكواليس البرايم الثالث. بداية برايم رايقة، الشباب أعصابهم جامدة وواعدينا ببرايم قوي. كلهم بيولعونها اليوم وشوف البرايم إن شاء الله. والأسبوع نولع المسرح، بس أنا خلاص آخر يوم ديجلي النهاردة. ديلي جيل. ديجل آيا ليل، أوكي. عبد العزيز خليك مثل ما أنت مبسوط إذا عم ترقص، حتى لو أقول لك مبسوط أنا بلاقيك كثير مبسوط. يا بعد عمري. خلاص جرين لايت، جرين لايت. مسموح نرقص على المسرح؟ نعم. أرقص؟ نعم. خلاص. مشو خايفين؟ ما عم بفهم، خذوا راحتكم شي شوي، اعطوني بعد البرايم الجاي هلا تحضر. يلا يلا يلا.
الأخيرة قبل مواجهة الجمهور. مع الصرخة دخلوا على المسرح، غنوا ورقصوا، كل طالب حابب يبين كل قدراته والعيون كلها على التوب وان. أما المرتبة الأولى ميرا. ميرال مش مصدقة، ضاعت وما عادت تعرف تحكي. بالبرايم في ناس ارتاحوا، مبسوط لله وكل شيء حلو، حياة الله. ناس خيب أملهم، كان بدهم يقدموا صورة أحلى، ومن الشمال لليمين كانوا عم يزعلوا بالدور وبيرادوا بعضهم كمان بالدور. ما ارتاح حق الأداء اللي أنا أديت، يعني توقعت إنك يعني أعطي من نفسي أحسن. ما بعرف، كتير مضايقة. رحمة كانت متضايقة، لكن هل السبب هو إنها كان بدها تكون هي بدل رانيا باللوحة مع محمد رمضان؟ بالأكاديمية الطلاب همهم يوصلوا بطريقة تشرف بلادهم وأهاليهم، وخايفين من النتيجة، والنوميناسيون خطر وتهديد مباشر بالخروج من البرنامج. إذن مشاهدينا هيك بنودع سلوى الليلة. سلوى عاشت الاختبار الصعب مرتين وخرجت بصمت، خبت دموعها قدام الكاميرا، تمالكت أعصابها لدقايق، لكن بالنهاية بكيت وعبرت دموعها عن شعور الخيبة والانكسار. انتهت حلقة من قصة مشوقة. بحبكم كلكم كلكم كلكم. وبقيوا 19 حتى يكملوا القصة للآخر.